عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. معكم سحر عبد الله، رحب فيكم في كل مكان اللي جالس يسمعنا عبر أثير ألف ألف أف أم في برنامج طبابة ألف، حلقة جديدة. وهذه حلقة طبعا بداية الأسبوع زي ما عودناكم، يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة للساعة الثانية ظهرا. البرنامج اللي بيشمل جميع المواضيع الصحية والتثقيفية والتوعوية باستضافة نخبة من الأطباء المتخصصين في جميع المجالات. طبعاً زي ما عودناكم كل يوم يكون معانا موضوع جديد. بالنسبة لموضوعنا اليوم، اليوم راح نتكلم عن الفحوصات اللازمة ما قبل الزواج، وراح نتكلم كمان عن أسباب تأخر الحمل ومتلازمة تكيس المبيضين، وبنتكلم كمان عن وسائل الإخصاب المساعدة. اللي حاب يتواصل معنا في حلقتنا لليوم أكيد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية مشتركي STC على 84770 وموبايلي 640-660 وزين 746-262. بالنسبة لحسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ALIF FM. رحب بضيفنا لليوم، راح يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الصواف، أخصائي أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. هلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا وسهلا. مرحبتين، هلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، إزيك حضرتك؟ بخير الحمد لله، هلا وسهلا. دكتور، قبل أن نتكلم عن أسباب تأخر الحمل والوسائل الإخصاب المساعدة راح نتكلم فيها إن شاء الله ونتطرق لها في خلال هذه الحلقة، لكن في البداية نبغى نتكلم عن الفحوصات اللي اللازمة قبل الزواج. دكتور محمد، إيش الفحوصات اللي لازم تتعمل من قبل طبعا الزوجين قبل الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو أول حاجة احنا بنتكلم يعني ما هو الفحص من قبل الزواج. ليه احنا نعمل فحص قبل الزواج؟ الفحص اللي قبل الزواج ده هي عبارة عن سلسلة من الفحوصات بتتعمل للزوجين الرجل والفتاة المقبلين على الزواج عشان نتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ممكن تأثر على حالة زواجهم، لذلك معرفة إذا كان في أي أمراض وراثية قائمة أو احتمال لأي أمراض وراثية هم حاملين ليها بالفعل ولكن حاملين ليها بصفة متنحية، فبالتالي لم تظهر على أي من الزوجين. تمام. الفحص الطبي ده بيبقى عبارة عن إن احنا بنحلل التاريخ المرضي أو التاريخ الطبي للعائلتين، بنعمل فحص سريري ومخبري لكل من الخطيب. الهدف إيه؟ الهدف إن ما يبقاش فيه عندنا أطفال عندهم أي مشاكل أثناء الحمل، تمام؟ أو الولادة، الأمراض المعدية، الأمراض الوراثية زي ما احنا قلنا. في بعض الدول تبقى مرتبطة ببعض الأمراض المعينة زي الخلايا أنيميا الدم المنجلية أو سواء ثم البحر المتوسط أو أي حاجات زي كده متوطنة في أماكن معينة. كذلك في بعض الأمراض بننصح الزوجين بأنه ممكن ما يحصلش حمل أو رغب أحد الطرفين في عدم إتمام عملية الزواج. تمام. دي المفروض حاجة يجب أن يكون في وعي للمجتمع بضرورة الفحص قبل الزواج. دي حاجة مش غلط، حاجة مش محببة، بالعكس دي حاجة مهمة جدا، خصوصا ان احنا عندنا كل 25 طفل بيجي طفل فيه مرض الوصف صحيح ناتج عن خلل في الجينات. تمام. طيب يعني بنحلل مع بعض كده واحدة واحدة نعرف ليه احنا بنعمل فحوصات ما قبل. في عندنا حاجة اسمها الامراض الوراثية، بيبقى فيه حوالي من 65 ل 10 جينات فيهم بعض الامراض او بعض المشاكل الطبيه. اوكي. لازم نعمل لها سكرينينج، لازم نعمل لها سكان. من الحاجات اللي بتساعد على انتشار الامراض الوراثيه زواج الاقارب المفحص
وجود امراض دم وراثيه مفترض ان الزوجين سواء كانوا قرايب او مش قرايب. الابوين يحملون صفات وراثيه مش غير سويه. تمام. الحاجات اللي احنا بنعمل لها سواء كانت امراض وراثيه بنعمل لفقر الدم بنعمل للثلاسيميا بنعمل لانيميا الدم خلايا الدم الانجليه كل دي حاجات لازم ان احنا نعملها. لذلك في امراض عفوا دكتور يعني كل واحد من هذه الامراض لها تحليل معين؟ طبعا كل حاجه. في حاجه اسمها الكارير سكرين. الكارير سكرين بنعمل حاجه بنشوف بناخد عينه من الدم او عينه من اللعاب وبيتم ارسالها للمختبر. المختبر بيقول اذا كان الانسان اللي قدام ده كارير يعني عنده احد الصفات الجين ده ولا لا. من الحاجات اللي بنعمل لها حاجه اسمها سيستيك فايبروزس فراجايل سيندروم والكلسل انيميا. دي الحاجات اللي الداون سيندروم. عفوا دكتور بس ما سمعتك. الداون سيندروم قلت بنعمل سيستيك فايبروزس فراجايل سيندروم والكلسل انيميا. تمام. الداون سيندروم اللي حضرتك بتستفسري عنه ده بيتعمل كلينينج اثناء الحمل. اوكي. للست الحامل في سكرينينج في اوقات معينه هو فتره الحمل. في حاجه اسمها نيورال تيوب ترانسليوتنسي بنقيس سمك التخن بتاع الفم بتاع البيبي او الظهر بتاع البيبي بنشوف حجمه قد ايه بيدينا بريدكشن او بيدينا تشخيص مبدئي اذا كان المفروض في حاجه. بعد كده بعمل حاجه اسمها تريبل تيست. التريبل تيست ده حاجة اسمها ألفا فيتوكوكين E2. تمام. بعمل تحليل ثاني HCG وبنربط الثلاث تحليل دول وبنطلع لهم متوسط. عفوا دكتور محمد بس مضطرين نطلع فاصل إعلاني قصير. عفوا عن مقاطعة كلامك وراجعين نكمل حلقتنا. مستمعين الكرام خليكم معنا. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. نكملين معكم حلقتنا لليوم مع الدكتور محمد الصواف أخصائي أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. قبل الفاصل كنا جالسين نتكلم عن الفحوصات اللازمة قبل الزواج. هلا وسهلا فيك من جديد دكتور محمد. هلا وسهلا. هلا وسهلا دكتور. كنا نتكلم عن فحوصات في خلال اللي هو بعد الحمل صحيح؟ الفحوصات اللي ممكن تتعمل. كان في استفسار من حضرتك عن الداون سندروم. ايوه تمام. الداون سندروم دي من الحاجات اللي بتعملها سكرينينج اثناء الحمل. المفروض ان خلال فتره الحمل الاولى خلال الثلاث شهور الاولى في وقت معين بنحدده عن طريق فحص بالموجات فوق الصوتيه بنفحص حاجه اسمها ماكل ترانسليوسنسي او اللي هو الباك بتاع البيبي او الظهر بتاع البيبي بنشوف سمكه قد ايه. ده بيديني بريدكشن او بيديني توقع للطفل ده اذا كان فيه متلازمة داون. تمام. ممتاز. اوكي. كذلك في تحاليل تانية بتتعمل حاجة اسمها استريول وبنعمل حاجة اسمها ال HCG وبنعمل حاجة اسمها الالفا فيتو بروتين. دول الثلاث تحاليل دول النتائج بتاعتهم بيطلع لهم متوسط. لو طلع اقل من نسبة معينة بنعرف ان البيبي ده في احتمال ان هو يبقى داون سندروم. كذلك في حاجات تانية بتتعمل بس بعد فترة ال 13 اسبوع ال 16 اسبوع من الحمل. ان احنا بنعمل حاجة اسمها امنيوسينتيزيس. الامنيوسينتيزيس ده بندخل بسرنجة مخصصة او بحقنة مخصصة بناخد سائل من السائل الامنيوسي اللي موجود حوالين الجنين بيتم تحليله عن طريق المعمل بيديني برضو بريدكشن. في حاجه ثانيه اسمها كرونيك بلا سامبلينج. الحبل السري بتاع الجنين بناخد منه عينه دم وبتتحلل برضو بتديني توقع. كل دي حاجات لها توقيتات او تستات لها توقيتات معينه تتعمل فيها ما ينفعش تتعمل في غير توقيتاتها. ليها يعني سيفتي بيريود عاليه او ليها معامل امان عالي ما فيهوش اي مشكله سواء اتعملت قبل الحمل او الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل الفاصل في قبل الحمل يعني سواء اتعملت وسط الحمل او قبل الحمل. بس يعني قبل الحمل ما يبين يعني في الفحوصات ابدا انه ممكن تنجب طفل داون
من قبل الحمل الحاجات اللي تبين اذا كان الاثنين الزوجين قرايب, اذا كان في العيله تاريخ المرض بالنسبه للعيله في داون سندروم, اذا كان هم قبل كده حصل ان في داون سندروم بالنسبه لهم, اذا كانت السيده حصل حمل اكتر من مره وتم الاسقاط, لان 99% من الحالات اللي بيتم الاسقاط في اول 3 شهور عباره عن تشوهات كروموسوميه. وبالنسبه لعمر الزوجه او الزوج دكتور, عمر الزوج وعمر الزوجه طبعا ده له علاقه بالخصوبه وله علاقه بان بيزود نسبه الامراض التشوهات الخلقيه اللي ساعات بتبقى موجوده في الاطفال. لكن ما نقدرش نقول ان عمر الزوج وعمر الزوجه نقول لهم ان انتوا لا يعني ما ينفعش نكمل الزواج. يعني دي حاجه برضو مش من الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها قوي. صح, جميل جدا. في فحوصات ثانية دكتور, وإيش الفحوصات اللي الاثنين اللي يسوون نفس التحاليل, يعني الزوجة والزوج؟ طيب هو من المهم جدا إن إحنا يعني الاثنين لازم نعرف إذا كان هما الاثنين بدنيا كويسين, إذا كان ما فيش نوع من أنواع العجز الجنسي أو النفسي. في حاجات بتتعمل سكرينينج للزوجين عبارة عن الأمراض التناسلية اللي هي المعدية بتعمل الطرفين, بنشوف طبعا الحاجات اللي احنا امراض الدم الوراثية اتكلمنا عنها. الحاجات المهمة جدا اللي كل ست حامل بتروح تعملها معامل الار اتش او المعامل الرصص. ده بيتعمل للسيدة الحامل. طيب السيدة لو هي لسه قبل الحمل بنعمله لها, لو طلع موجب الحمد لله كويس مفيش مشكلة, لو طلع سالب لازم احلل للزوج. لو طلع سالب الزوج يبقى خلاص ما عنديش مشاكل, لو طلع موجب يبقى الطفل اللي السيده دي هتحمل فيه ان شاء الله بعد ما يحصل زواج هيبقى معامل الرصص بتاعه موجب, ممكن تحصل مشكله للطفل ده. انا افادني الاختبار اللي قبل الزواج بان انا اتجنب ان يحصل مشاكل بعد الانجاب للسيده دي. ممتاز. طيب بالنسبه لفصيله الدم كمان لها اي لها دخل طبعا طبعا, طبعا فصيلة الدم مهمة جدا ولازم تتعامل. وزي ما احنا بنتكلم ان في تكسر في الدم يحصل نتيجة الار اتش, في تكسر في الدم بيحصل نتيجة اختلاف فصائل الدم ولكن نسبته اقل من الار اتش. جميل. طب دكتور محمد تكلمنا عن الفحوصات اللازمة كلها تقريبا قبل الزواج, نبغى ندخل في موضوع أسباب تأخر الحمل دكتور محمد. طيب هو عندنا أسباب تأخر الحمل, في أسباب راجعة للزوجة وفي أسباب خاصة بالزوج للزوج طبعا وفي أسباب غير معلومة السبب. يعني في حاجات بنسميها في الطب حاجات إيديوباثيك, يعني غير معلومة السبب, ودي نسبة مش قليلة على فكرة. حاجات نسبة كبيرة طبعا. الحاجات اللي بتخص الزوجة لو قلنا مثلا هي 30% والزوج 30%, الحاجات الكومبايند ممكن يبقى في حاجات مشتركة ما بين الاثنين حوالي 25-30% و10% أسباب غير معلومة. بالنسبة للسيدة في عندنا حاجات تخص التبويض المبيضين, في عندنا أسباب تخص قنوات فالوب, في حاجات او اسباب تخص الرحم نفسه, في اسباب تخص التجويف البطن نفسه, ممكن يبقى فيه حاجه زي اسمها البطانه المهاجره او الاندوميتريوزس, طبعا دي حاجه مشهوره جدا ومعروفه ان هي من احد اسباب تاخر الانجاب في السيده. بالنسبه للزوج طبعا فحص السائل المنوي كويس, فحص الخصيتين اذا كان فيه دوالي او فيها اي مشكله, اذا كان في خصه معلقه, اذا كان في نسبه تليف في اي من الخصيتين, كل دي حاجات بتعمل لها فحوصات اذا تاخر الانجاب. يعني مش 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 بيبقى لسه زوجين في بدايه الحياه الزوجيه وبروح انا اقول لهم انتوا بقى لكم مثلا سنه لا احنا نعمل الفحوصات دي كلها, لا لازم يبقى ليه كرايتيريا معينه او ليها داتا معينه. سنتين من الجماع المنتظم, يعني ما يكونش الزوج مثلا مرابط, ما يكونش الزوج بيسافر, ما يكونش الزوج مش قاعد مع الزوجه, لازم يكون سنتين من الجماع المنتظم وما حصلش حمل. فبالتالي ابدا اسعى بقى ورا الاسباب, ولازم الاسباب تبقى مرتبه. ما ينفعش ان احنا ناخد من الزوجه ومن الزوج, لا, اول حاجه تتعمل السائل المنوي للزوج,
الاستاء المنوي للزوج طلع سليم بنبدا خلاص نجنب الزوج الموضوع خالص، يبقى الزوج خلاص تبدا الفحوصات للزوجه قادر على الانجاب، وابدا امسك الزوجه خطوه خطوه، خطوه التبويض وما اديش منشطات، ومهم جدا الموضوع ده ما ناخدش منشطات الا اذا عملنا فحص الانابيب، فحص الانبوبتين ده ضروري جدا، وده من البيزك ورك اب اللي بيتعمل قبل ما نبدا نعمل تنشيط مبايض، لان ممكن ادي تنشيط مبايض لكن المبايضه مش هتعدي، الطريق اللي بتعدي فيه مقفول. تمام؟ ممتاز. طيب دكتور محمد، ايش هي متلازمه تكيس المبيضين؟ متلازمه تكيس المبيضين دي من الحاجات الشائعه اللي بتبقى موجوده في سيدات كتير قوي، ودي من تمثل 80% من المشاكل اللي بتبقى موجوده في التبويض. يعني لو قلنا ان مشاكل السيده بالنسبه للانجاب 30% من اسباب تاخر الانجاب، من ال 30% دول هنقسمهم اسباب المبيضين واسباب الانابيب واسباب ضغط الرحم، كل ده من اسباب المبيضين 80% من الحالات تكيسات مبايض. طب عباره عن ايه تكيسات المبايض؟ ناس كتير قوي بتيجي في العياده تقول انا رحت عملت سونار، عملت اشعه، والدكتور او الدكتوره قالت لي ان انت عندك تكيسات مبايض. ده مش كافي، دي اسمها متلازمه تكيس المبايض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندي المبايض الطبيعيه الحجم بتاعها اقل من 8 سنتي، البويضات او يعني لسه الحاجات اللي هتوصل بويضات او القويصلات الصغيره تبقى متفرقه في المبيض. عندنا في تكيسات المبايض بقى بيبقى ايه المنظر؟ بيبقى عندنا المبيض متضخم كله اكتر من 8 سنتي، الفوليكل او الحبيبات الصغيره اللي هتبقى ببويضات بتبقى متوزعة على الطروف أو الحدود بتاعة المبيض زي العقد. تمام؟ فده المنظر عن طريق السونار. طب إيه تاني؟ لازم السيدة دي تشتكي إن هي ما بتجيلهاش دورة، ولازم الست دي تشتكي إن هي بيبقى عندها أو بيظهر عليها شعر في أماكن غير معتادة للسيدات. تمام؟ طيب هل هذا كافي؟ يعني هذه من الأعراض دكتور؟ طبعاً. طب هل ده كافي ان الست هتيجي تقول لي الكلمتين دول وانا هعمل السونار هيبقى كده تمام؟ هشخص ان دي السيده دي عندها تكيسات مبايض؟ لا طبعا. مو بشرط. لازم اعمل السيده دي فحوصات هرمونات ثالث ايام الدوره، بعمل لها هرمون الاف اس اتش، بعمل لها هرمون ال اتش، وبشوف نسبتهم لبعض قد ايه. كذلك السيده دي وجدوا ان المتلازمه بتاعت تكيسات المبايض الستات دي عندها عرضه لارتفاع نسبه السكر في الدم، فلازم اعمل لها سكر عشوائي. ووجدوا ان السيدات دي عندها حاجه اسمها هايبرليبيديميا، يعني ارتفاع نسبه الدهون في الدم. تمام؟ كذلك بعمل لها هرمون تحليل التستيرون او الهرمون الذكوره الخاص بالرجال، بيبقى برضه في بعض الاحيان عالي. لازم الكرايتيريا اللي احنا بنتكلم فيها دي تبقى كلها مع بعضها. ما ينفعش ان احنا نيجي نقول احنا شفنا المبيض في حويصلات كتير، يبقى دي تكيسات مبايض. طيب من اهم الحاجات اللي احنا بننصح بيها الست بتاع تكيسات المبايض قبل ما اخش في التنشيط واخش في العلاج، ودي منشطات، اول حاجه تتعمل ان السيده دي تنزل في الوزن اذا كان وزنها زياده. اوكي. لازم يعني اول ستيب. ايوه، السيده دي لو نزلت في الوزن كميه كويسه، وبالتالي اصبح عندي حاجه اسمها البي ام اي او المعامل الايضا بالنسبه لها او الهضم بالنسبه لها. البي ام اي ده لو وصل حاجه اسمها نسبه 25 يبقى الست دي ايديال. الست دي طولها مناسب لوزنها، ما عندهاش وزن زياده، وبالتالي دي ما عندهاش تكاثر مبيض. من ان هي تنزل في الوزن وان هي هتاخد علاج مساعد ينزلها في الوزن، حاجه زي اقراص ميتفورمين اللي هي بتستخدم لانقاص السكر في الدم، هتلاقي السيده دي بعد ما تاخد العلاج ده مده شهر او شهرين دورتها بدات تنتظم. ولو الست دورتها بدات تنتظم وبالتالي هيحصل تبويض، لان من اعراض التبويض انتظام الدوره. حصل تبويض يحصل حمل، لكن ان احنا نشخص ان هي تكيسات مبايض ونبدا ندي في المنشطات ده حل مش مظبوط.
اوكي يعني في البدايه طبعا نعرف السبب، لان في عده اسباب اساسا لتكيس المبيض، او يعني اهم شيء اول حاجه اللي هو اذا كان وزنها زي ما حضرتك ذكرت فينزل اذا كان وزنها. في نظريات كتير لاسباب تكيسات المبيض. من الاسباب الكتير دي اللي هم قالوا زياده هرمون الذكوره. في ناس عفوا دكتور محمد بس حنطلع فاصل اعلاني وبنرجع نكمل حلقتنا. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. قبل نكمل موضوعنا بس نذكر حبايبنا المستمعين اللي حاب يتواصل معانا ويتصل علينا ويسأل أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم على 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. تكلمنا اليوم عن الفحوصات اللازمة قبل الزواج، وتكلمنا عن أسباب تأخر الحمل بالنسبة للزوج والزوجة، وتكلمنا كمان عن متلازمة تكيس المبيضين. ضيفنا معانا عبر الهاتف الدكتور محمد الصواف، أخصائي أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. دكتور محمد، تكلمنا شوية قبل الفاصل عن تكيس المبيضين والأسباب، والحضرتك ذكرت انه ما في اسباب معروفه او محدده يعني، بس تكلمت شويه عن زياده الوزن. ما فيش اسباب معروفه، ولكن في بعض الاحيان بعض النظريات اللي بتقول ان ده مرض وراثي. في اكتشفوا في بعض الحالات ان في جينات معينه طبعا ليها اسم معين، في 450 سي 17 او السي واي بي 11 اي السسبكتد، يعني دول في يعني توقع ان دول يكون فيهم مشكله. إيه؟ لكن ده مش كلام مثبت. هم اكتشفوا في معظم الحالات الهايبر انسولينيميا، يعني الانسولين ريزيستنس بتاعهم، الانسولين بيفرز في جسمهم ولكن ملوش افكت، ملوش اثر. فهم اكتشفوا المتلازمه دي موجوده في السيدات اللي عندها تكيسات مبيض. ممتاز. طيب دكتور محمد، خلينا ناخذ شوية اتصالات وبعدين نرجع نكمل الموضوع. في معنا أبو ناصر على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على المعلومات صراحة القيمة والمفيدة من الدكتور. تسلم لنا. سؤالي بخصوص التكيس، أنا عندي يعني مشكلة في الوراثة بيني وبين زوجتي، عندي ولد مصاب بالأنيميا المنجلية وطفل آخر كمان مصاب بالأنيميا المنجلية بس تم إسلابه في الشهر الرابع. لجأنا للعملية اللي هي القيع الصناعي، فوصلنا مرحلة متقدمة، لكن اللي عطل المرحلة عطلنا يعني في المرحلة هذه اللي هو التكيس الزوجة، مضايا صغيرة وفي تكيس. فالدكتور وقتها قال لنا انه ممكن يحصل حمل طبيعي لكن عن طريق الأنابيب او المجهري ممكن ما يحصل، يعني نسبة النجاح تكون قليلة. فيعني احنا وقفنا العملية واشتغلنا عنها، فحاب استفسر على النقطة هذه دكتور. شكرا لك. شكرا لاتصالك اخوي. تفضل دكتور محمد. طيب هو طبعا الو. اي تفضل دكتور. ايوه حبيبي. أيوة. هو الحاله المستمع الكريم قال عليها طبعا احنا عندنا هو هيستفيد اكتر من حالات اطفال الانابيب. ليه؟ مش الحقن الصناعي، مش الحمل الطبيعي، لكن حاله طفل انابيب هو عنده مشكله في خلايا الدم المنجليه. تمام. احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزيس، بمعنى ان احنا بنعمل فحص ما قبل الزرع. يعني احنا لو هنعمل طفل انابيب، النطاف اللي احنا هننقلها المخصبه لازم تعمل لها تحليل جيني وراثي قبل ما تتنقل، عشان نتجنب ان المرض ده يحصل تاني. فهو قصه ان احنا نسيب الامور للحمل الطبيعي او للحقن الصناعي دي مش صح. ماشي. اوكي. ثاني حاجة، حالة تكيسات المبايض المفروض ان المريضة بعدين هتخش في عملية طفل انابيب تتحضر كويس، بنشوف البروتوكول اللي هي هتمشي عليه، سواء حاجة اسمها لونج بروتوكول او شورت بروتوكول او في بروتوكولات تانية طبعا كتير، وبيتم سحب البويضات ويتم تفصيلها ثم نقلها سواء في ثالث او في خمس يوم، وبيتم التحليل الجيني للمطاف قبل ما يتم زرعها. ده بالطريقة دي
بنتغلب على مشكلتين، تكيسات الموبايل اللي عند السيده، كذلك المرض الوراثي اللي بيجي عند الاب. ممتاز. طب ناخذ الاتصال اللي بعده. دكتور محمد في معانا. تفضلي. حسين. الو حسين. الو حسين. اتصال حسين. الو الو اتصال. طيب شكله انقطع الخط للاسف. عموما اللي حاب يتواصل معنا اكيد يقدر يتصل علينا على 012-61-61-100 من الرياض على 011-217-85-85. اتصال جديد. الو. الو. ايوه هلا وسهلا اخوي، من معانا؟ معك ابو نايف. هلا وسهلا، تفضل اخوي سؤالك. سؤال، انا زوجتي، انا لي 10 شهور متزوجه. ايوه. زوجتي حملت بعد الشهر الخامس. لكن نزل الجنين، نزل من اول شهر، كان يعني الحمل ضعيف على كلام الدكتور. ونزل الجنين. الى الان ما صار في حمل، ما صار في شيء. ما نزل في الدرس. قالوا هرمون الحليب مرتفع. مرات يقولون الالتهابات الجبلية ممكن. شكرا لاتصالك دكتور محمد. كان الصوت بعيد بس ما اعرف لو سالت الاخ، لو كنت سمعت اخوي المتصل وسؤاله. عفوا انا ما سمعته كويس. هو يقول انه متزوج له 10 شهور وحصل حمل، لكن للاسف يعني صار حصل فيه اجهاض الجنين، فقالوا انه في يعني من الاسباب انه ارتفاع هرمون الحليب، والى الان ما حصل حمل ثاني. هل هرمون الحليب ممكن يكون سبب للاجهاض دكتور؟ طبعا هرمون الحليب ممكن يكون سبب للاجهاض في حالات كثيره قوي. الهايبرتورلاكتينيميا او ارتفاع نسبه هرمون الحليب عند السيده، طبعا هو يعني لو حبينا نتكلم عن هرمون الحليب في نبذه مختصره، ليه نسب معينه. يعني هرمون الحليب عندنا الأبر ليميت أو الارتفاع العالي بالنسبة له، الحد الأعلى بالنسبة له ممكن يكون لغاية 18-20-25، لكن في سيدات ممكن يوصل 40-45-60-80، لكن ما يوصلش 200، ما يوصلش 300، لأن لو وصل 200 و300 بنشك إن في حاجة اسمها برولاكتينوما أو بتتري أدينوما، يعني في حاجه زي ورم حميد موجود في الغده النخاميه هو اللي بيفرز هرمون الحليب. اوكي، اذا كان بكثره طبعا. طبعا. طيب هل لو هرمون الحليب عالي ياثر على التبويض، ياخر الدوره، خلي السيده تتاخر في الانجاب؟ من الحاجات المفروض بنعملها لما بنلاقي سيده عندها ارتفاع في هرمون الحليب، ان انا بظبط الهرمون الحليب عن طريق الادويه، وندي للسيده منشطات وربنا يكرمها ويحفظ الحمل، بتمشي خلال فترة أول 3 شهور على أقراص مسموح بيها لتظبيط أو تنشيف هرمون الحليب في السيدة أثناء الحمل. الأقراص دي ملهاش أي أثر على الجنين، وبالتالي بتساعد إن السيدة ما تسقطش وتكمل حملها بسلام. ممتاز. ناخذ الاتصال اللي بعده. اتصال جديد. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا أخوي؟ عرفنا بنفسك. معك محمد الأمير. هلا وسهلا، تفضل. الله يحييك دكتور. عندي ضعف الحيوات المنوية. أيوة فندم، يعني ضعف الحركة والكمية قليلة أيوة الحركة. الحركة حضرتك خدت لها علاج ولا حاجة؟ والله عندي البروكسيد، أعطاني الدكتور محلول بروكسيد. طيب حضرتك عملت فحوصات على الفصيلتين، سواء كانت كلوبليكس او نعم. عملت اي اشعه او تحاليل؟ اي عملت تحليل سائل منوي وبرضو اشعه الجنين. طيب هو انا انصح حضرتك انك تروح لدكتور متخصص في الذكوره، هو يفيد حضرتك في التشخيص النهائي، وبالتالي بعد ما يشخص حضرتك تشخيص مظبوط، حضرتك تتوجه بقى انت والسيده لدكتور النساء اللي هيشوف وسيله الاخصاب المساعد بالنسبه لكم. هل هنلجا لوسيله اخصاب مساعد ولا هيحصل جماع سريري طبيعي هو اللي هيؤدي الى الحمل؟
طيب ناخذ كمان اتصال نقول الو. الو. هلا وسهلا، تفضل اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك. اي تفضل اخوي سؤالك. والله انا متجوز كده لي 6 اشهر، وبعدين طلع حمل كده بعد الزواج بشهر شهرين كده وراح، وبعدين معاه طلع. طيب السبب اخوي؟ السبب كان في التهابات كده شويه، وبعدين رحنا عند الدكتور كده واعطينا لهم علاجات والحمد لله ما عرفت شيء. بس. طيب اخوي شكرا لاتصالك. هو طبعا هو بيتكلم عن كان في التهابات، بيقول دكتور محمد هذا من اسباب تاخر الحمل ايضا يعتبر. هو بيقول ان في تاخر حمل ولا حصل حمل وسقط؟ لا قال في تاخر حمل والسبب كان وجود التهابات او شيء زي كذا ذكر. وجود التهابات بتخلي طبعا الميديا اللي بيتحرك فيها الحيوانات المنويه في المهبل عند السيده يعني ميديا غير صحيه او غير مظبوطه. في حاجه بتبقى موجوده او عمليه بتحصل في عنق الرحم عند السيده اسمها سبيرم كابستيشن، يعني كميه الافرازات اللي موجوده عند السيده عده من التفاعلات اللي بتحصل للحيوان المنوي عشان يتم نقله الى داخل الانبوب ليتم التخصيب. فلو في اي التريشن او في اي مشكله عندنا في الافرازات اللي موجوده او التهابات او بيئه غير سليمه طبعا دي هتقتل الحيوانات المنويه. عشان كده كان في تحليل بيتعمل اسمها البوست كويتال تيست، يعني بعد ما بيحصل جماع ما بين الزوج والزوجه بناخد السائل اللي موجود جوه السيده من حاجه اسمها البوستيريور فورنكس وبنشوفها تحت الميكروسكوب، بنلاقي السيدات اللي عندها التهاب الحيوانات المنويه ميته يعني ما اتحركتش اثر الالتهابات اللي موجوده. فطبعا هي تاثر لو خدت علاجات كويسه ان شاء الله باذن الله تروح الالتهابات ويحصلها. ممتاز. رح نطلع فاصل إعلاني يا دكتور محمد وبنرجع نكمل حقتنا اليوم. مستمعينا الكرام خليكم معنا. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. بقي معنا شوية وقت نستقبل المزيد من اتصالاتكم وأسئلتكم على موضوعنا لليوم على 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. طيب قبل أن نأخذ أو نرجع للاتصالات دكتور محمد، ما تكلمنا عن العلاج، تكلمنا في الحلقة عن الفحوصات اللازمة قبل الزواج، تكلمنا عن أسباب تأخر الحمل، تكلمنا عن تكيس المبيضين، فنبغى نتكلم شوية بس لسه باقي معنا تقريبا ربع ساعة، نبغى نتكلم شوية عن وسائل الإخصاب المساعدة دكتور محمد. هو احنا يعني الاول هنتكلم عن وسائل الاخصاب المساعد بعد ما بنعمل تشخيص ونعرف الحاله للزوجين ونعرف السبب ايه. وسائل الاشخاص الاخصاب المساعد بتنقسم الى مراحل، يعني في حاجات بتخص الزوجه وفي حاجات بتخص الزوج. الحاجات اللي بتخص الزوج في بعض الاوقات بنلاقي ان السائل المنوي ما فيهوش حيوانات منويه خالص، وبالتالي بنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها خزعه من الخصيه او عينه من الخصيه. العينه من الخصيه دي ممكن نلاقي فيه جوه نتيجه انسداد في الوعاء الناقل، يعني الحيوانات المنويه بيتم تصنيعها داخل الخصيه ولكن الوعاء الناقل اللي بيتم عن طريقه نقل الحيوانات المنويه للمخزن اللي بيطلعها بعد كده فيه انسداد. طب انا اعرف ازاي؟ اعرف لما اخد عينه، ولما ناخد العينه من الخصيه اعرف بالظبط
مراحل تكون الحيوان المنوي وقفت لأنها درجة، وبالتالي أقدر أساعد الزوج ده بإن احنا بنديله علاج فيصبح قادر على ذلك، أو يبقى الحساء المنوي بتاعه فيه حيوانات منوية وبالتالي يصبح قادر على ذلك. بالنسبة للسيدة في وسائل علاجات كتير المفروض إن احنا بنتبعها قبل ما نبدأ في وسائل الأغصاب المساعدة، يعني سواء كانت السيدة دي عندها مشكلة تكيسات مبايض لازم نجد الوزن، التحضير مهم جدا قبل ما أبدأ أي وسيلة أغصاب مساعدة. أكثر من 50% من نسب نجاح وسائل أغصاب المساعد إن المريضة دي متحضرة كويس. يعني مش المريضة تكون عندي النهاردة أو لا تعالي بكرة عند طفل أنابيب. ده مش صح، لازم إن إحنا بننزل بالوزن، لازم إن إحنا الأعراض اللي عندنا بتختفي، لازم إن المريضة لما تيجي تبقى عارفة المشكلة اللي عندها فين، ما تبقاش عمالة تدخل من فحص وفحص لفحص وفي الآخر هي مش عارفة هي المرض اللي عندها إيه أو السبب التأخير اللي عندها إيه. طبعا بالنسبة للمتلازمة تكيسات المبايض بننزل بالوزن، بناخد منشطات طبعا بعد ما بنكون عملنا فحص الأنبوب اللي احنا اتكلمنا فيه في الأول، ممكن نعمل حاجة اسمها ovarian drilling دي طريقة معينة، أو تثقيب المبيض دي طريقة معينة. الطريقة المعينة دي ان انا مش بأدخل اعمل تثقيب للمبيض في جميع الاتجاهات واطلع، لا هم أربعة بس لهم طريقة معينة عشان ما يحصلش انفصاصات في الحوض والسيدة تحصل تأخر أكتر في الإنجاب. من بدايات بقى وجدنا ان في كرايتيريا معينة عشان يحصل حمل سريري، لو الكرايتيريا اللي احنا اتفقنا عليها الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها دي مش موجودة في الزوج او في الزوجة، ببدأ اعمل فحوصات عشان اعرف السيدة دي هتاخد مني منشطات قد ايه، هديها منشطات كم يوم، هعمل لها متابعات ازاي، احط لها خطة، اعمل لها جدول، الجدول ده السيدة تبقى عارفة هي هتيجي يوم كام، وانا ابقى عارف السيدة دي جاية لي تعمل ايه، ما يبقاش الموضوع متساب بالصدفة او العشوائية، والبروتوكول ده لازم يبقى، الجدول ده لازم يبقى ماشي مع كل سيدة. من الوسائل الاغصاب المساعد طبعا بنبدأ بالمنشطات، بنبدأ بالأعراض، ممكن ناخد حقن، الحقن دي بتنقسم لحاجات، في حاجات بتبقى تخليقية كاملة، في حاجات بتبقى طبيعية، بتتاخد بتركيزات وجرعات معينة على حسب كل سيدة ما بيتعمل لها فحوصاتها، وزنها، نسبة التحاليل اللي طلعت النتائج بتاعتها، وبنعمل متابعات تبويض، وبننصح بأوقات معينة تحصل فيها الجماع. دي أول طريقة ممكن ننصح فيها زوجي. طيب في أخذنا 6 شهور علاجات وأخذنا منشطات وما حصلش حمل، نضطر ننقل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي بنعمل حقن صناعي أو تلطيح صناعي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا إذا كان السائل المنوي بتاع الزوج من 4 ل 10 مليون في الملي، الحركة بتاعته ضعيفة شوية، أقل من 55% حركة الـ AZP، الأشكال المشوهة زيادة شوية أكتر من، طبعا WHO قالت إن هو أكتر من 90% أشكال مشوهة، بنضطر ننقل لمرحلة التلقيح الصناعي اللي هو عبارة عن باخد الحيوانات المنوية من الزوج وبعمل عملية تنشيط للمبيضين للسيدة، وبعد ما باخد الحيوانات المنوية من الزوج بتدخل المعمل، يتم تجهيزها بطريقة معينة، وبيتم إخراج الأجسام الضارة وكرات الدم البيضاء وتركيز الحيوانات المنوية، يتم إضافة لها بعض المواد دي بتساعد إن هي تبقى الحركة بتاعتها أفضل، تبقى البيابيليتي أو الحيوية بتاعتها أحسن، وبالتالي باخدها أروح أحقنها داخل السيدة. طبعا هو الحقن داخل السيدة ده برضو ليه مواصفات معينة، إن السيدة دي بتبقى ما عندهاش إفرازات، ما عندهاش التهابات، ولازم يكون الأنابيب بالنسبة لها كويس. ممكن أستخدم الوسيلة دي نسبة نجاحها 45%، ممكن أستخدم الوسيلة دي مرة واثنين وثلاثة. طب هل ممكن الوسيلة دي ما نستخدمهاش؟ آه لو السيدة سنها فوق 40 سنة، يعني لازم يكون لازم السيدة يكون سنها صغير، أقل من 40 سنة، أقل من 40 سنة، لكن لكن أكتر من 40 سنة نضطر ننقل الوسيلة اللي بعد كده اللي هي أطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب طبعا في اللي هي الانفيترو فيرتلايزيشن أو أكتر حاجة متقدمة اللي هي الإكزي اللي هو الانتراسيتوبلازميك سبيرم انجكشن، يعني نحن بنجيب الحيوان المنوي عشان في قشرة بتبقى موجودة حوالين البويضة ونحقنها داخل البويضة. طبعا في حاجات تانية زي الاسيستد هاتشنج بالليزر،
دي بتتعمل كخطوات تانية متقدمة من الخطوات من خطوات الأخصاب المساعد. يعني كل نوع من دول ليه المواصفات المعينة للمريض بروسس معين. ايوه طبعا. ولازم المريض اللي بيبقى الكانديديت اللي داخل في القصة دي لازم يبقى دمه متحضر تحضير كويس. لازم بيتعمل المريضة قبل ما تدخل الطفل انابيب فيروس سي فيروس بي تحاليل حيوية كاملة، بتأكد ان وزنها مش كتير، بتأكد جرعات المنشطات اللي احنا بناخدها اخبارها ايه، بتابع الاستجابة للمنشطات عشان المريضة ما تخشش مني في مشكلة تانية اخطر اللي هي الاستثارة الزائدة للمنشطات. ممكن السيدة تاخد منشطات تستجيب ليها وتبقى كويسة ويحصل تبويض، وسيدة تانية تاخد نفس الجرعة من المنشطات وما يحصل لها حاجة، يحصل لها حاجة اسمها استثارة زائدة، وبالتالي تخش في مشكلة كبيرة قوي. جميل. طب خلينا دكتور محمد ناخذ شوية اتصالات، لأن في معانا اتصالين الآن على الخط. في معانا عوض وفي سالم كمان. ناخذ عوض. ألو. مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا. تفضل أخوي. قابل الدكتور. أكلم الدكتور. تفضل أخوي. آسفين طولنا عليك أخوي. لا لا ما في خلاف. الله يكرمك. تفضل آمن. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. كيف حالك يا دكتور؟ أنا عندي ولد يا دكتور الله سنتين من ما حملت زوجته وعنده وزن زايد. أنا أحب يكون يراجع لكم أحسن أفضل من التليفون ما يجيب فائدة. أنا قد عملنا عدة محاولات مستوصفات قبل استنزاف فقط، لكن نبغى نشخص عندكم من البداية وعسى الله يوفق الجميع. شكرا لاتصالك أخي عوض. راح أنا أكتب عنوان الدكتور في تغريدة على التويتر أو خليك معانا على الخط بس ونعطيك بيانات. ناخذ سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وسهلا. تفضل. مساء الخير يا دكتور. سمور يا فندم. حياك الله دكتور. أنا صار لي تقريبا 9 شهور متزوج بس ما في صار أي حمل. عملت تحاليل وكشوفات لي أنا والمدام، طلعت المدام في البداية كان عندها نقص في الهرمونات. المهم الحمد لله تعالجنا بعد 2 شهر تقريبا كل الهرمونات، طلع عندها هرمون الحليب ما يسمونه هرمون الحليب. أنا عملت نفس الشيء، عملت تحاليل تقرير تحاليل السائل المنوي، طلع عندي الحيوانات المنوية تقريبا 12 مليون تقريبا، منها 45% ميت أو سوري حي والباقي يطلع ميت. عملت برضو وصف لي الدكتور علاج ولي تقريبا 1.5 شهر استخدمه او 2 شهر ما في اي نتيجة. هل هذا له علاقة بالعقم او اي حاجة؟ هو نتيجة العلاج اللي الدكتور الفاضل كتبه لك ما تظهرش على بعد 3 شهور، يعني ما تظهرش نحكم على العلاج اللي حضرتك استجبت لي او ما استجبتش لي غير بعد 3 شهور، لان الحيوانات المنوية فترة تكوينها 120 يوم اللي هم 3 شهور تمام او 90 يوم. 90 يوم بحد ادنى يعني 3 شهور تمام. لكن بالنسبه للسيده نسبه الهرمونات بتاعتها بتتظبط بالنسبه لك انت، طبعا مش هتقدر تعرف اذا كانت اتظبطت ولا، لكن انت المعيار بتاع حضرتك سويت بتنزل. سويت تحليل هرمونات ومظبوط بالنسبه لتحليل الهرمونات. انا ما بسالش حضرتك على تحليل الهرمونات، انا بسال حضرتك دورتها منتظمه. دورتها منتظمة بعد التحليل صارت قبل كل شهر نفس الميعاد. اي بالضبط. تقعد 2 أو 3 ايوه. ما بينزلش دم كتير؟ لا. طيب هي دي من الحاجات المبدئية اللي بتقول ان السيدة دي اتعالجت كويس، يعني دي من الحاجات المبدئية اللي بتقول ان احنا الحمد لله ماشيين في الطريق كويس. بالنسبة لحضرتك هتراجع دكتور الذكورة بتاع حضرتك تاني، وطبعا هو ان شاء الله هينصح حضرتك انك تعمل تحليل ثاني بعد 1.5 شهر. انت خدت 1.5 شهر علاج، فاضل لك كمان 1.5 شهر وان شاء الله يكون في تحسن في الحيوانات المنويه وان شاء الله يحصل حمامه. يعني هذه مش انها مشكله كبيره بالنسبه لنقص الحيوانات المنويه ان شاء الله؟ مش لا مش مشكله كبيره، يعني حتى لو النقص بعد التحليل الثاني موجود ممكن نعمل وسيله اخصاب مساعد والامور ربنا ييسرها ويحصل حمل ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أخوي. شكرا لاتصالك.
يعطيك العافية دكتور محمد، شكرا لك على هذه الحلقة الرائعة، ونتمنى إن شاء الله الحلقات الجاية تكون متواجد عندنا وتنورنا في الاستديو دكتور محمد. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. شكرا لك. انتهت حلقتنا اليوم من برنامج طبات ألف، بكرة إن شاء الله يكون معنا ضيف جديد. كان معنا اليوم الدكتور محمد الصواف، أخصائي أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. كنت معكم سحر عبد الله، أقول لكم فمان الله. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم، طبابة ألف مع سحر عبد الله.